كلمة ما قالها قط شقي لكنما فاز بها كل تقي وهي لا إله إلا الله من قالها فقوله كفى لا إله إلا الله 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 شقت بتيجان يا للشيخ ماميني راءوا الولاية بين الفاء والشين شرف هم المربون أرباب القلوب وهم أهل التقى وهم معاذير الدين من زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم شقت ذؤابتهم وليس جرد الجياد كالبراذين يمشون تحت الدجى إلى مساجدهم مشى المقاوين في سي المساكين والشيخ ماء العيون بدر هالتهم عين الحقيقة لا رجم لا وانين لا إله إلا الله 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 الله يا شهر محمد فضل يا شهر محمد فضل يا والخديجة يا والمامين يا شهر محمد فضل يا والمامين تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيتموني في بديع شمالكم ولم أدري في بحر الهوى أين موضعي وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أوفي تبيض أدمعي فلما دنا صبري وقل تجلدي وخامرني عقلي وحوربت مرجعي أتيت لقاضي الحب الشعر محمد خير الله 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 يا شيخ الإمامي يا باروش يا
الأولياء يا بارو شي الأولياء ها أولادك يا شرح حفا وعبيدك نحن عبيدك سامي أولادك عبيدك وعبيد أولادك وتلاميذك أقسمنا على أنفسنا وعهدناك عهد مولانا على أن نطيعوك مولانا وعلى أن نمتثل بذلك الذي أمرت به من قبل الله عز وجل وعلى أن نخدمكم ذريتك يا شيخ محمد فاضل ما يخيبنا مولانا يقضي مولانا جميع حوائجنا كلنا